يا مساء وصباح الفل عليكم في كل مكان، ومعادنا دلوقتي مع رعب وقصة جديدة. النهاردة الحلقة رقم 85 في الموسم الثاني من برنامجنا الرعب الإذاعي حولنا، وحلقتنا النهاردة هي قصة بعنوان أم الصبيان، كتبها لنا محمد مهنا. بس مبدئيا كده قبل أي حاجة، من فضلك لو لسه ما اشتركتش اشترك حالا في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تضغط لايك للفيديو لو عجبك وتعمل شير. تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع، جاهزين؟ يلا بينا. بقالي سنتين عايش في القاهرة بعد ما ربنا رزقني بوظيفة في بنك، آسف، صديقي هو اللي اتوسط لي اشتغل في البنك. انا اصلا من قرية ريفية بالصعيد، وبسبب شغلي مقيم في شقة لوحدي بالقاهرة. ساعات زميلي الوحيد اللي جاب لي الشغلانة في البنك بيجي يبات معايا في الشقة. المهم اليوم ده رجعت متأخر، كنت في القهوة أنا وزميلي. مجرد ما دخلت الشقة رحت على سريري لأني كنت مرهق جدا، فردت البطانية ونطيت على السرير. انت أعمى؟ بتفتح يا ابن آدم انت. اتنفضت من مكاني لما سمعت الجملة دي. في حد نطقها بس بنبرة صوت خشن قوي، قلت يمكن بيتهيألي، بس الصوت رجع تاني، لكن كان صوت طفل بيعيط. جريت من الأوضة وخرجت، وقفت في الصالة شوية بحاول أفهم إيه اللي حصل. يعني إيه أدخل أنام على السرير ومحدش معايا في الأوضة ولا في الشقة أصلا، أسمع صوت حد بيقول لي أنت أعمى ما تفتح يا بني آدم، ده جنان حضرتك، ينعل على أبوك خلتوني في السن ده أعملها على نفسي. ما هو أنا هدخل أنام، يعني هدخل أنام، أنا ورايا شغل الصبح. مشيت بروح ناحية الأوضة ودخلتها. يا خبر أسود، مين ده؟ في وشي أسود، في شيء أسود واقف على السرير اللي كان واقف، جسمه جسم إنسان بس أسود. سمعته بيقول لي خد هنا، ده أنت عملت عملة سودة. طبعا أنا في نص هدومي، جسمي كله بيتنفض من الخوف، مش عارف أنطق أصلا أقول له إيه ده؟ انت تطلع ايه وعايز مني ايه؟ رد الشيء ده وقال لي هو انا مش باين عليا اني عفيت؟ الجسم اسود اهو، في قرنين على راسي هم، وعيني مشقوقه بالطول، عفيت يعني مش مبيض محاره؟ ده انت هيتعمل معاك الصح. هو في ايه بالظبط؟ عفيت ويقول هيتعمل معايا الصح ومبيض محاره؟ سيطرت على خوفي ودخلت الاوضه. أول ما عملت كده لقيت الباب اترازع ورايا، ومن بعدها عينك ما تشوف إلا النور. كائنات ظهرت من العدم، ست شكلها أعوذ بالله، شعرها عامل زي التعابين وعينيها سودة زي بشرتها. الست دي ماسكة عيل صغير شكله ما يختلفش كتير عنها، بس لونه أحمر زي الدم وبعين واحدة. الست اللي ماسكة الطفل اتكلمت وقالت أنت موتت ابني. ابنها؟ انا ما موتتش حد، وانت تطلعي ايه؟ وردت عليا وقالت ام الصبيان، ما سمعتش عني قبل كده؟ انا بقى بحب قوي اخطف العيال الصغيره من بين البشر، اموتهم داخل رحم امهات البشر، وانت باستهتارك قتلت ابني. عندكم رسول قال لكم قبل ما تدخلوا تناموا امسحوا السرير، ما مسحتوش ليه قبل ما تتنيل تنام؟ انا واقف ومش فاهم حاجه، انا ما بشربش حشيش عشان يقلب معايا كده. لقيت الكائن اللي اول واحد ظهر لي جه ناحيتي وقال لي بص يا بني ادم، انت ام الصبيان مراتي، والواد اللي مات ده ابني، وانت اللي موتته. عايز مني ايه؟ عايز ايه؟ رد الكائن وقال لي عايز عيل مكان ابني اللي مات. خلص الجملة دي ولقيت ام الصبيان قربت عليا وقربت الطفل ناحيتي وقالت تجيب عيل مكان ابني اللي مات، هتموته قدامي عشان اسامحك والا هلعنك. ايه الجنان اللي بيحصل ده؟ لازم افوق، ده اكيد حلم، مستحيل اللي انا فيه ده يكون واقع. قرب الكائن عليا وقال لي يرديك اتلعن معاك، ام صبيان ست شرانيه وهتطرد من الجحيم بسببك، وده لو حصل مش هتشوف يوم عدل. قدامك 3 ليالي تجيب العيل، وإلا مش هرحمك ولا هي كمان هترحمك.
اختفوا بعدها ام الصبيان والكائن اللي بقاها. فضلت صاحي للصبح مش مستوعب اللي حصل. انا لو في فيلم رعب مش هيحصل كده ابدا. الساعه جت 8 وده ميعاد شغلي. انا اصلا مش قادر اروح الشغل، اعصابي تعبانه من اللي حصل، من اللي حصل لي امبارح. بس لما روحتش هيتخزن. فاتكلت على الله، لبست وروحت على البنك. سمعت كلمتين حلوين من المدير لاني اتاخرت ساعه، وطبعا المفتري خصم لي نص يوم. الهي يا شيخ تيجي لك ام الصبيان تعمل معاك الصح. المهم روحت على مكتبي نص ساعه، ودخلت لي عميله عندها مشكله في الفيزا. فتحت رقم الحساب على الكمبيوتر عشان اشوف سبب توقف الفيزا. هنا بقى لقيت باب المكتب اتفتح، ام الصبيان واقفه عند باب المكتب شايله الطفل على ايديها وبتبص لي وهي مبتسمه. اتنفضت من على كرسي المكتب. يا خبر اسود، ام الصبيان وفي وسط مكتبي. قربت ناحيه المكتب بتاعي، وقفت عند كرسي العميله ومسكت رقبتها بايديها اللي خارج منها ضوافر طويله قوي. العميله اتنفضت من مكانها وهي بتصرخ. فضلت تصرخ وهي بتقول ايد سخنه مسكت رقبتي، ايد سخنه مسكت رقبتي، في ايد مسكت رقبتي. هي تصرخ وام الصبيان تضحك. اترجيت ام الصبيان وقلت ارجوك بلاش اللي بتعمليه، انا هنفذ، انا هجيب لك العيل بس بلاش ده يحصل في شغلي. طبعا العميله شايفها وهي بتبص لي وانا راكع تحت شيء مجهول بالنسبه لها، شيء هي مش شايفاه. وده غير اني لما نطقت بجمله هجيب لك العيل زي ما طلبتي، لقيت العميله جريت وخرجت من مكتبي. اللي حصل بعد كده، المدير جالي متعصب ورده كان متوقع. زعق فيا قدام الموظفين وقال لي مش عايز اشوف وشك هنا تاني، مش ناقص انا مجانين يطفشوا العملاء ويقطعوا عيشي. خدت بعضي ومشيت. وصلت البيت وانا مش طايق نفسي، انا عيشي اتقطع بسبب اللي اسمها ام الصبيان دي. صرخت بعلو صوتي وفضلت اقول زي المجنون بقول لك ايه بقى، انا مش خايف منك يا ام الصبيان، مفيش عيال، اعمل لك ايه؟ اجيب لك الطفل ده منين؟ مجرد ما خلصت اخر جمله لقيت ام الصبيان واقفه في نص الصاله وشايله على ايديها الطفل. كانت بتبتسم لي. قربت عليا وقالت انت مش خايف مني صح؟ طيب انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته، هخلي الناس تضحك عليك. بصيت حواليا لقيت نفسي في المكتب، واقف في المكتب بتاعي في البنك. مش دي المشكله خالص، المشكله والادهى من وقوفي في المكتب اني لقيت نفسي قالع هدومي، مش لابس غير شورت وفانيلا، وواقف ورا الدولاب جوه المكتب. كل الموظفين اللي واقفين بيتفرجوا عليا وهم فطسانين ضحك. في وسطهم لقيت ام الصبيان واقفه عماله تبتسم لي بشماته. قربت عليا ام الصبيان مكان ما انا واقف ورا الدولاب، ابتسمت لي وقالت مش قلت لك اني هخلي الناس تتفرج عليك وتضحك يا مجنون، يا مجنون ام الصبيان، احسن لك هات لي العيل احسن، هتشوف من ده كتير. قالت كده ولقيتها اتحولت لقط اسود كبير، جري ناحيه الحيطه واخترقها. انا مش فاهم، انا جيت هنا ازاي؟ ليه قلع هدومي؟ واقف ليه ورا الدولاب بالمنظر ده؟ انا زي المجانين؟ لا، هو انا مجنون رسمي. لمحت زميلي واقف معاهم بيبص لي وهو مصدوم من حالتي. قرب على المدير وعلى ودنه، اكيد كان بيوشوشه الكلام مش عايز حد يسمعه. بعدها لقيت المدير صرف كل الموظفين من المكتب، مبقاش موجود غيري انا وزميلي في المكتب. انا لسه زي ما انا واقف ورا الدولاب ببص على كل اللي حصل وانا مش فاهم اي حاجه. زميلي قرب عليا وقال لي وهو مستغرب الحاله اللي انا فيها انت اتجننت؟ ايه اللي جرالك؟ حشرات ايه اللي ماليه المكتب ومسكت في جسمك؟ حشرات؟ حشرات؟ الجمله دي قلتها لنفسي، وبعد ما اتكلمت علشان بعدها اتكلمت علشان افهم ايه اللي كان بيقوله ده. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مش فاكر غير اني كنت بخلص شغل مع عميله، وبعدها ظهرت لي ام الصبيان. واخر حاجه فاكرها ان العميله صرخت بعد ما ايد مسكت رقبتها. بعد كده المدير جالي قال لي اني طردت من الشغل، فروحت بعد كده. ايه بقى اللي جابني هنا؟
انا حتى مش عارف ليه انا قالي هدومي بالشكل ده، وكنت مستخبي ليه ورا الدولاب. ممكن تفهمني الله يرضى عليك ايه اللي بيحصل لي، ولا انا اتجننت؟ سكت زميلي وفضل يضرب كف على كف ويقول لا حول ولا قوه الا بالله يا مثبت العقل والدين يا رب. قال كلامه ده ورد عليا: انت مجنون مش لسه هتتجنن. ايوه اللي بتقوله صح، لكن انت ما روحتش البيت. بعد ما العميله جابت وهي بتصرخ: سمعنا صوتك عمال تصرخ، دخلنا عليك المكتب لقيناك بتقلع هدومك بتتحرك في المكتب وانت بتنط وبتتنفط حاجه من معرفش ايه هي من على جسمك. فضلت تعمل كده وتنطق جملتين: صراصير كبيره، صراصير كبيره سودا بتاكل جسمي، ارحميني يا ام صبيان، ابعدي الصراصير من جسمي. ورحت على الدولاب استخبيت وراه: انت لازم تتعالج، والله انا مش عارف انت ازاي من يوم وليله بقيت كده. كنت بعقلك يا ابني. صحيح، ايه حكايه ام صبيان دي؟ والعيل اللي عمال تقول هجيبهولك يا ام صبيان هجيبهولك؟ ام صبيان وعدتني انها هتخلي الناس تضحك عليا، وهي صدقت في وعدها، وكل الموظفين ضحكوا عليا وانا في نظرهم مجنون. فضلت احلف بالله زميلي ان انا متاكد اني كنت في البيت، متاكد ان المدير جالي وقال لي اني اتطردت، والله ده اللي حصل. انا روحت ومعرفش مين اللي جابني هنا، ده انا حتى مش فاكر ان حصل لي حكايه الصراصير اللي بتاكل في جسمي. زميلي جاب لي هدوم لبستها وخرجت من المكتب ماشي وسط الموظفين ووشي في الارض، نظرتهم بتاكلني، بيضحكوا على مجنون ماشي قدامهم. كنت بتمنى ان ربنا يشق الارض واختفي في اللحظه اللي انا فيها دي. وصلت البيت انا وزميلي، مجرد ما دخلت زميلي اتكلم وقال لي: اقعد كده بقى وفهمني ايه حكايتك بالظبط. سكت شويه بحاول استوعب اللي بيجرى، بعدها اخدت نفس وقلت له: كل حاجه بدات لما وصلت البيت بعد ما قعدنا مع بعض على القهوه. كنت تعبان جدا، فاول ما دخلت الشقه رحت على اوضتي، جيت افت جسمي على السرير سمعت صرخ طفل صغير، اتنفضت من مكاني مش مصدق اللي سمعته. بعدها صوت صرخ الطفل، سمعت حد بيقول لي جملة غريبة قوي، صوت مستحيل يكون صوت بني آدم. كان الصوت بيقول: انت أعمى؟ ما تفتح يا بني آدم. اتصدمت من الصوت اللي سمعته، فخرجت برا الأوضة وقفت في الصالة شوية، وبعد كده دخلت تاني الأوضة، شفت على السرير شيء أسود واقف على السرير، جسمي كله اتكهرب لما شفت الكائن ده. دخلت أكتر جوه الأوضة، مجرد ما دخلت باب الأوضة اترزع ورايا، مع قفلة الباب ظهرت لي أم صبيان. أم صبيان قالت لي إني دوست على ابنها اللي كانت ماسكاه ما بين إيديها ميت، وأنا اللي موته، وعشان تحل عني لازم أجيب لها عيل أقتله قدامها، وده بمثابة قربان أو ترضية لابنها اللي مات بسببي لما دوست عليه وأنا بنام على سريري. أنا بقى قدامي يوم واحد اللي هو النهاردة، لو ما جبتش الطفل وقتلته بالليل مش عارف ممكن يحصل لي ايه. ارجوك يا صاحبي ساعدني. زميلي سمع حكايتي بقى لي حقه، لو انا مكانه مش هصدق الجنان اللي انا بقوله ده. خرج زميلي اخيرا من صمته وقال لي: انا عندي حل. قلت له الحقني بيه. فهو قام من على الكرسي اللي كان قاعد عليه وجي ناحيتي وقال لي: الحل يا سيدي ابن اختي، خده اهو، تريحني من زنه طول الليل، خده اديه لأم الصبيان. قال لي كده وفضل يضحك وهو بيضرب كف على كف، ورجع قال: اللي بتقوله ده جنان، روح اتعالج يا عم. قال كده وسابني ومشي. عدى اليوم والليل دخل الساعة 10 بالليل، لقيت جرس باب الشقة بيرن، خرجت افتح ما لقيتش حد بره، بصيت يمين وشمال مفيش حد بره، صوت سمعه بيقول: جوه هتلاقيني جوه. الصوت ده كان جاي من ورايا، يعني كان جاي من شقتي. ايوه، بصيت ورايا لقيت ام الصبيان واقفه وشايله الطفل على ايديها، قربت لي وقالت: التلات ليالي خلصوا، فين الطفل؟ ما بقتش خايف منها، هيحصل لي ايه اكتر من اللي حصل لي؟ فرديت عليها وانا ثابت مش خايف، مش هجيب الطفل. ما ردتش عليا، انحنت وسابت الطفل على الارض. بعدها ابتسم وشوهت ناحية الطفل اللي على الأرض وقالت:
ده هيكون لعنتك من هنا ورايح، انت هتشوف اللي عمرك ما شفته. قالت الجملة دي وتحركت ناحية حيطة من حيطان الشقة واخترقتها. اختفت جوه الحيطة. ببص على الطفل وانا مرعوب من منظره، طفل لون جلده احمر قوي وما فيهوش غير عين واحدة في نص راسه. فجأة لقيت الطفل اتحرك، قعد مكانه بص لي بعينه الواحدة. حصل حاجة غريبة بعد كده، في لحظة لقيت الطفل فضل يزوم زي القطط وراح نطت عليا، وقعت على الأرض والطفل فوق مني. إيده كانت حجمها عمره ما يكون حجم إيد طفل. مسك بإيده الاتنين رقبتي وخنقني، فلت منه بالعافية. جريت على باب الشقة، خرجت جري برا الشقة وبرا العمارة كلها، وبقيت في الشارع. فضلت أمشي في الشارع طول الليل، مش عايز أرجع شقتي علشان الطفل. الصبح جه فقعدت شوية أستريح، كنت تعبان قوي، بقالي أكتر من 5 ساعات عمال ألف في الشوارع لحد ما رجلي ورمت. الناس بدأت تصحى، الناس بدأت تخرج الشارع. في وسط الناس دي لقيتها واقفة، واقفة وماسكة الطفل ما بين إيديها. جت ناحيتي وحطيته على الأرض تحت رجليا. مجرد ما عملت كده الطفل قام ووقف، مسكني من رجلي وراح شدني، وقعت على الأرض. بعدها ايده الاتنين مسكت رقبتي، ضغط عليا جامد، ما كنتش قادر استحمل الالم. دفعت بقوة قدرت اشيل ايده من رقبتي، مسكته ورحت حاطفه على الارض بكل غل وفضلت ادوس برجلي عليه. فجأة ببص حواليا لقيت ناس كتير واقفة حوالين مني، ست قاعدة على الارض عمالة تلطم وتعيط على رجليها، في طفل غير الطفل ابو عين واحدة، جروح مالية وشه، الطفل ميت على رجليها. ببص حواليا مش فاهم حاجة. سمعت الناس اللي ملمومة حواليا بتقول المجنون جري على الست، مسك ابنها ورماه على الأرض. مش فاهم حاجة، أنا موتت الطفل ده إزاي؟ فضلت أصرخ فيهم لما سمعت الكلام ده وأقول أنا ما موتوش، أنا ما موتوش، ما موتوش، صدقوني أنا ما ميت الطفل أبو عين واحدة، أم صبيان هي السبب. عايزين تعرفوا أنا فين دلوقتي؟ أنا داخل أوضة مقفولة عليا، ما بخرجش منها خالص، أوضة في مصحة نفسية. حكيت لكم قصتي عشان تاخدوا بالكم، إحنا مش عايشين لوحدنا، في كائنات بتشاركنا المكان، إحنا مش شايفينهم لكن هم شايفيننا. اتعلموا قبل ما تناموا سمي الله، ومسحوا السرير وسموا الله قبل ما تناموا زي ما أمرنا رسولنا زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلصت حلقتنا النهاردة. القصة كتبها لنا محمد مهنا، بحيي جدا على القصة. ولو عجبتك انت كمان يا ريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة انزل حالا اشترك وفعل علامة الجرس ليصلك كل ما هو جديد. كان معكم أحمد ربيع من قناة قصص رعب مع كابو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.